الفيديو ده مهم جدا، والموضوع بتاعه يعني لازم كلكم تبقوا عارفينه، ولازم احنا نمتحنكم فيه كويس، اللي هو هيباتايتس، التهاب الفيروسي الكبدي. الهيباتايتس ده فيه هيباتايتس A وفي B وفي C وفي D وفي E وفي انواع تانية، بس انا اللي عاوزكم تعرفوهم هم دول A و B و C و D و E. كل دول RNA virus except ده البي ده DNA، واحنا قلنا DNA ده تخاف منه، تخاف منه ما تختشيش، لان DNA ده usually oncogenic. هما طبعا معظمهم oncogenic الا ده، ده very good prognosis، العيان بيعيا ويخف 100% يبقى سليم وما يحصلوش اي حاجه. وقلنا ده حطيناه في مجموعه البيكورنا، حيث انه نون انفلوبد وسمول ار ان اي فيروس والواي اوف انفكشن باي فيكو اورا. هذا الفيروس بيقعد في السيوج والووتر فترات طويله، ريزيست نوت سنسيتيف تو ايثانول اند تو ليبيد سولفنتس. ليه؟ لانه نون انفلوبد. طيب وده بيجي للاطفال الصغيرين، وتيجي المانيفيستيشن بتاعته بعد 15 يوم الى شهر ونص، ممكن الاعراض بتظهر. وما هي اعراض الهيباتايتس كلها؟ اقولها من جديد، هيباتايتس اعراضها ايه؟ كلهم اعراضهم نمره واحد جوندس، اصفرار في السكليرا، انوركسيا اند فوميتنج، يعني نفسه بقى مايعه وبيستفرغ. ثلاثة دارك أو كوكاكولا دارك براون يورين، كوكاكولا يورين أو شاي يورين، لا الشاي الغامق بتاع الصعايدة اللي زيه أو الكوكاكولا بالظبط، البول عامل كده ويلون في الأندر ويرز يعني يعمل صبغة. أربعة الستول عكسه، يبقى بيل ستول يعني الستول بتاعه فاتح كلي لايك زي الفخار كلي. ادي اعراض الايه؟ وطبعا طبعا في سخونه فيفر في معظم، ادي الاعراض بتاعته كلها. الهيباتايتس ايه؟ قلنا تشخيصه هيباتايتس ايه فيروس انتي بودي، ولازم تبقى اي جي ام، اي جي جي يبقى ده بريفيوس. نيجي بقى على البي اللي هو المعضله الكبيره، ده دي ان ايه وان فلوب، بدل انفلوب بيبقى بيتاثر بالليبيد سولفنتس او لايبوبروتين سولفنتس زي الايثانول وزي حاجات كتير قوي، 1% صوديوم هايبوكلورايت يموته، اوتوكلافنج 121 درجه لمده نص ساعه يموته. ادي السنسيتيفيتي بتاعت الاستاذ بي. بي ده عباره عن دي ان ايه كور وحواليه كوت وانفلو. الكوت بتاعه او الكابسل بتاعه في ريسبتور مهم قوي اسمه هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، ده الانتيجين اللي موجود على الكابسيد بتاع الهيباتايتس بي. الدي ان ايه بتاعه برضو انتيجين، فبنسميه هيباتايتس بي كور انتيجين، والانفلوب بتاعه انتيجين، هيباتايتس بي انفلوب انتيجين. قدامك ثلاثة انتيجين يا حلو، ما دام في ثلاثة انتيجين يبقى لهم ثلاثة انتي بودي، يبقى في انتي هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين اهو، في انتي هيباتايتس بي انفلوب انتي بودي، وفي انتي هيباتايتس بي كور. يبقى عندنا ستة ماركرز العب فيهم في الدايجنوز زي ما انت عاوز. عاوزين نعرف الشخص ده عنده هيباتايتس ايه ولا بي ولا سي، اكسكلود ايه، لان بعمل له اختبار اشوف الانتي بودي ضده اي جي ام. نيجي على البي، ادور على اهو اول واحد ده اهو هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، لو موجود يبقى الحاله بوزيتيف على طول. طيب لو انا دورت على هيباتايتس بي انفلوب انتيجين يبقى بوزيتيف على طول. امال ايه الفرق؟ هو انا هروح ابعت العيان يعمل لي اختبارين ويدفع دم قلبه؟
لا ده ليها معنى. اللي عنده هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف يبقى انفكتد، بس الانفكتيفيتي بتاعته للناس ضعيفه. انما اللي عنده هيباتيتس بي انفلوبد انتيجين ده وده يبقى ده الانفكتيفيتي بتاعته عاليه جدا. تمام؟ يبقى ايه؟ عرفنا التشخيص، اول تشخيص بالانتيجين هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف يبقى ده انفكتد لوحده، لكن لو لقينا الاي يبقى ده هايلي انفكتيف. لقيته لوحده يبقى له انفكتيفيتي. تاني السيرفيس لوحده يبقى له انفكتيفيتي، لكن لو الانفلوب تدخل في الموضوع يبقى هاي انفكتيفيتي، تخاف من الشخص ده. طب ما انا عندي هيباتيتس بي كور. لا يا عم ما بنعملوش، ما بنعملوش ليه؟ لانه مش ماشي في الدم، الانتيجين ده مش في البلاد. اي حاجه في البلاد سهل اخد عين الدم اعرف، انما ده فين؟ ده في الهيباتوسايتس في الكبد. يبقى لازم اعمل بايوبسي وعمليه اجريسيف واطلع الكور انتيجين من الهيباتوسايتس من خلايا الكبد، فما بعملوش ابدا. وهيبين لي ايه؟ يعني هيبين له ان في انفكشن. ما هو تمام. طيب ندور على الانتي بودي بقى. انا عاوز اعرف انا عندي مناعه ولا لا. الاقي عندي انتي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين انتي بودي، انتي هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي، ده معناه على طول ان ده اميون. طب لو لقيت هيباتيتس بي اي انتي بودي يبقى ده برضو اميون، بس ايه؟ ممكن يتحول الى كارير، كرونيك كارير. والكرونيك كارير في الهيباتيتس بي ده خطر جدا، لانه بيعمل سيروزس يعني هيباتيك فيلير، وممكن يعمل هيباتو سيليولار كارسينوما يعني سرطان في الكبد. طب ايه رايكم لو لقيت انتي هيباتيتس بي كور ده موجود في الدم؟ يبقى سهل. لو لقيته اي جي ام، اي جي ام يبقى معناها ان في اكتيفيشن للفيروس تاني اذا كنت عيان بيه، وممكن العيان ده يتحول الى كرونيسيتي، وممكن دي تستمر طول الحياه ويبقى عنده اميونيتي. ليها معاني كتيره حسب الكلينيكال مانيفستيشن. لو لقيت الاي جي جي يبقى ده عنده اميونيتي، ودي هتستمر مدى الحياه. وجود اي جي جي هيباتيتس بي كور انتي بودي، ادي الدايجنوز. طب طريقه العدوى بتاعت البي دي ايه؟ دي بارنترال، بارنترال يعني عن طريق الدم او البادي فلويد. فممكن تتنقل بالبلد، ممكن تنتقل سيكشوال، وممكن تيجي للهاي ريسك بيبول اللي هم البيرسونيل في المستشفى بتوع المعمل والممرضات والحكيمات وبتاع ده، ممكن يتعدوا بسهوله من المريض. سيكشوال ممكن في السكريشنز اللي موجوده ايضا في السيمن او الفاجينال سكريشن، موجوده في البلاد خد عندك بقى بلاد ترانسفيوجن، الاستاذ باربر الحلاق، الشيفنج ماشينز، التوث براشز، كل دي تخلي بالكم منها. ممكن لو العيان ده عنده هيباتيتس بي ممكن يتعدي عن بهذه الطريقه. هيباتيتس دي انا هاجي اخده بقى، ده ديفكتيف فيروس، حتى دي يعني ديفكتيف. تمام؟ ده لا يمكن يجي لك الا اذا كان عندك البي. يبقى مفيش واحد عنده هيباتيتس دي فيروس انفكشن بدون ما يكون عنده هيباتيتس بي فيروس انفكشن، يعني لازم يجي لي فيروس انفكشن بي الاول، وبعدين يجي الدي ياخد منه شويه اليمنتس كده اللي هو شويه دي ان ايه اليمنتس منه. تمام؟ يقوم يتحول الى فيروس ويعمل نفس المانيفستيشن، وطريقه العدوى نفس الاعراض، وتشخيصه هيباتيتس دي فيروس انتي بوديز اي جي ام. هيباتيتس سي فيروس بقى نان ايه نان بي فيروس، يعني اللي هو ايه ولا بي. وبعدين هو اكتر حاجه بتنقل في البلاد ترانسفيوجن، فسميناه ترانسفيوجن هيباتيتس فيروس اللي هو السي ده. طريقه العدوى زي البي بس
not accused مش متهم انه كان بي transmitted by sexual or by saliva of the patients. Not accused, لكن يعني برضو نخلي بالنا. طيب الهيباتيتس سي ده زي ما قلنا طريقة العدوى ايه؟ ده نتكلم عنه في الدياجنوزيس بتاعه. هنلاقي الدياجنوزيس بتاعه اهم حاجة فيه هو التريتمنت. ايه الدياجنوزيس بتاعه؟ الدياجنوزيس بتاعه طبعا كلينيكال جوندس وكوكاكولا يورين وبيل ستولز وانوركسيا، ولكن 85% من الحالات اسيمتوماتيك ما تاخدش بالك منها، يعني يجي لك اتاك كده وشويه وتروح بسرعه وما يحصلش المانيفستيشن دي. الدياجنوزيس اول حاجه ادور على الهيباتيتس سي فيروس انتي بودي، والله اذا كان بوزيتيف يبقى ده كويري، يبقى ده يا عنده يا ما عندوش، يعني يا اما اكسبوزد وعنده ايميونيتي من زمان يا اما ما عندوش. انا عاوز اتاكد عندي 100 واحد عملت لهم هيباتيتس سي فيروس انتي بودي لقيت 10 منهم بوزيتيف، يبقى دول مش مهم ان يكون عندهم هيباتيتس سي، لكن ممكن يكون عندهم. اعرف ازاي؟ اعمل البي سي ار، لو البي سي ار بوزيتيف يبقى ده عنده على طول هيباتيتس سي. طيب الهيباتيتس سي ده كام نوع؟ حوالي 6 جينو. طيب النوع المنتشر عندنا في مصر تايب 4، هو ده اكتر واحد منتشر جينو تايب 4. طيب يبقى البي سي ار طلع بوزيتيف، يبقى لازم نعمل فولو اب ونعمل حاجه اسمها فايرال لود، يعني حمل الفيروس قد ايه في البلد؟ 100,000، مليون، 2 مليون، كل ما عالي كل ما الانفكشن كانت مور سيفير. ممكن يبقى اسيمتوماتيك فتره طويله جدا وبعدين يتحول الى كرونيك هيباتيتس ويقعد له 10 سنين ولا حاجه ولا 8 سنين يحصل له سيروزس، و5% بيجي لهم هيباتو سيلولار كارسينوما. طب اذا طلع بوزيتيف قلنا عنده يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده هيباتيتس سي 100% واعمل له الفيرال لود. افرض انه طلع نيجاتيف، ادور على الانتي بودي بقى بحاجه اسمها ريبا تيست، ريكومبيننت اميونو بلوت اسي. الريبا تيست ده لو عملته وطلع بوزيتيف يبقى ده اميون، طلع نيجاتيف يبقى ده فورس بوزيتيف، ملوش دعوه بحاجه مش مهم، لكن لو طلع بوزيتيف يبقى ده كومبليتلي اميون. يبقى الهيباتيتس سي لازم نعمل اول حاجه هيباتيتس سي انتي بودي واشوفها موجودة ولا لا، وخاصة إذا كانت أي جي إم. إذا كانت موجودة لازم أروح على الاختبار الثاني اللي هو البي سي آر عشان أشوف الفيرال آر إن إيه موجود ولا لا، وأشوف كميته قد إيه، يعني الفيرال لود عشان أقدر أعالج، وكل شوية أعمل الفيرال لود لغاية ما ينزل لزيرو يبقى إن شاء الله خف. إذا طلع نيجاتيف أعمل الريبا عشان أعرف ده إميون ولا لا، إذا كان طلعت بوزيتيف يبقى ده إميون. ريبا قلنا ريكومبيننت اميونو بلوت اسي. طيب ايه التريتمنت بقى؟ التريتمنت كان زي البي الاول، الفا انترفيرون، ياخد الفا انترفيرون ويتحمل، انما ممكن نعمل ريبافيرين، ريبافيرين، ريبافيرين ممكن اديه بدل الفا انترفيرون. وممكن بقى الجديد دلوقتي اللي هو السوليفين. ادي التلاتة تريتمنت بتاع الهيباتيتس سي حاليا. طب هل يوجد فاكسين للهيباتيتس سي؟ لا يمكن، لا في فاكسين ولا في انتي بودي اديها، انما البي هيباتيتس بي لفاكسين، الفاكسين بتاعه اسمه ري كومبيننت فاكسين. ريكومبيننت يعني اجيب الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين جين واروح لازقه في الجين بتاع اليست او الايكولاي، لكن اليست افضل، يبقى اليست تروح مطلعه لي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بس ما هياش هيباتيتس. ده الفاكسين بيتاخد بثلاث جرعات 0 2 6 مانث. طب هل الهيباتيتس ايه ليه فاكسين؟ ايوه
هيباتيتس ايه دلوقتي ليه فاكسين بنديه للاطفال سهل. طب الهيباتيتس اي بقى، الهيباتيتس اي ده هو بيعدي اورال بس اكتر حته ان جابان، لان هو موجود في السمك في القواقع في الحتت اللي هي فيها سيوج، يعني بيرموا المجاري مثلا في البحر السمك ياكلها، او الجندوفلي او الكابوريا او الاستاكوزا، حاجات دي يعني السكيلد دي تقوم تعمل لنا هيباتيتس اي بروجنوزس فيري جود دايجنوزس هيباتيتس اي انتي بودي اي جي ام. ادي كل الهيباتيتس ولازم تخلي بالكم منها جدا، وخصوصا الدايجنوزس تريتمنت اند بروجنوزس. في بعض الاسئله ناس بيسالوا على الدي ان ايه فاكسين. الدي ان ايه فاكسين ده سيمبلي، انا طبعا مش هقدر اشرح الدي ان ايه فاكسين سيمبلي كده، ان انا اجيب الاورجانيزم واطلع الدي ان ايه بتاعه. اي اورجانيزم او اي دي ان ايه ها بيبقى عليه جينز زي الهيباتايتس، الجينز دي ها هي الحته دي اللي هي الفيريلنت اللي هي الباثوجينيك بارت منه اللي هي بتعمل المرض. فانا اجي واجيب كده مقشه واروح كنسو خالص من على الجينوم يبقى مش موجود. يتفضل الدي ان ايه بدون الانفكتيف ايجنت جين اللي هو بيطلع لي الانفكشن اللي بيعمل اللي هو سبب الانفكشن، يبقى ده اسمه دي ان ايه فاكسين. يعني محضرينه بالدي ان ايه بتاع البكتيريا بعد تنظيف الجين بتاعها من الفيرولنت بارت. ده اول سؤال. تاني سؤال، الاميونوجلوبولين سوبر فاميلي باينة قوي. اميونوجلوبولين سوبر فاميلي يعني الفاميلي السوبر اللي هي تركيبها زي الاميونوجلوبولينز، بيبتايد تشينز تو لايت تو هيفي، المهم انها بيبتايد تشينز لازقه بعضها. تعالوا كده نشوف التي ليمفوسايت سواء تي هيلبر 1 او تي هيلبر 2 او تي سايتوتوكسيك، دي لها ايدين، الايدين دي اسمها تي سي ار، اهي دي بولي بيبتايد تشينز، اهي دي سوبر فاميلي، سوبر فاميلي اميونوجلوبولين او اميونوجلوبولين سوبر فاميلي. تعالوا كده ادي الماكروفاج، الماكروفاج فيها ميجور هيستو كومباتيبلتي كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 لما يطلع هو كلاس 1 تركيبته كده تركيبه الاميونوجلوبولين، فبنسمي الميجور هيستو كومباتيبلتي اميونوجلوبولين سوبر كلاس، وهكذا بقى السي دي هات وبعض الحاجات الادهيزف مولكيولز كلها عبارة عن تركيبة اميونوجلوبولين، فبنسميها اميونوجلوبولين سوبر فاميلي. نتعشم تكونوا فهمتوا، وبرضه اسألوني وأنا هجاوب.